أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وقد اطمأن حضرة صاحب الجلالة خلال الاتصال على صحة أخي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه متمنيا جلالته لسموه دوام الصحة والعافية وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والبادرة الطيبة، متمنيا لجلالته وفور الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار.